الصوت واضح يا جماعة. احنا هنبدأ بعد 4 دقايق كده. الصوت واضح يا جماعة. دقيقتين تاني ونبدأ، بس ندي فرصة الناس تجي. طيب يا جماعة افتكر نبدأ، وان شاء الله الناس تحصل. لو في ناس زيادة جات طيب مرحبا بكم كلكم.
شكرا لمبادرة الباحثين السودانيين على الدعوة وجمعية الباحثين السودانيين. أنا اسمي دكتورة ندى مصطفى محمد عبد الماجد، حاليا أعمل مساعد بروفيسور في إنجلترا في لندن سكول أوف هايجين أند تروبيكال ميديسين، تحديدا في مجال الصحة في الكوارث الإنسانية والحروب، مجالي تحديدا في الهيلث انفورميشن او المعلومات في الصحه في الكوارث. فالدعوه تقدمت انه اتكلم عن الكورونا فيروس ابيديميك، وانا عشان مجال تخصصي تحديدا في المناطق الكوارث، فحبيت استغل الفرصه دي انه اتكلم عن المجتمعات دي والمناطق دي في مكافحه الكوفيد 19. كيف ممكن او الافكار اللي ممكن نطرحها للمجتمعات دي والمناطق دي لخصوصيتها. هي طبعا للأسف يعني الوباء ده مشكلة هسه عالمية، وكل الناس وكل البلدان بتحاول تستعد أو حاليا في حالة بتاعة استجابة، لكن حبيت الليل بس أسلط الضوء تحديدا على المناطق والمجتمعات دي لخصوصيتها، ولأنه عددها ما بسيط في العالم، يعني عدد مقدر، والسودان تحديدا يعتبر دولة أساسا متأثرة بالكوارث وبالحروب لها سنين. ف من ضمن الشعب السوداني في عدد كبير احتمال يكون يعني ممكن نقول معرض أكثر للنتائج بتاعت كوفيد 19. فالليلة أنا حبيت أتكلم في الموضوع ده. بس خلفية بسيطة عني، أنا أساساً طبيبة لكن تخصصت في الصحة العامة والأبيديميولوجي، ولي حوالي 9 سنين شغالة يعني في المجال بتاع الكوارث. اشتغلت في السودان واشتغلت في شمال أفريقيا والشرق الأوسط أكثر في السنين الفاتت دي، ولي سنة ونص تحولت للمجال الأكاديمي بدل المجال العملي. كنت شغالة أكثر حاجة في منظمات طوعية. فبس باكراوند خفيف، أنا هحاول أتكلم زي تلت ساعة إن شاء الله ما أطول عليكم، وحاولت إنه الكلام يكون موجه بس للناس اللي في مجال الصحة، فححاول يعني أبعد من الألفاظ التقنية خالص اللي لها علاقة بالصحة ومصطلحات زي دي. فلو في أي أسئلة ممكن تتوجهوا بالأسئلة طوالي، ما في مشكلة. إن شاء الله هنخلي زي تلت ساعة أو أكتر في النهاية لأي أسئلة، هحاول أتابع الكومنتس حقتكم ونجاوب على بعض الأسئلة، لكن مبدئيا كذا هحاول بس أركز في الموضوع مدة تلت ساعة، بعدين ممكن نفتح الأسئلة والنقاش. يعني يا ريت يكون برضو في نقاش وردود فعل على المقترحات والأفكار إن شاء الله هطرحها عليكم. طيب نبدأ. أوكي تمام، الصوت واضح، وإن شاء الله كمان الخط والحجم بتاع السلايدز بتاعت البرزنتيشن تكون واضحة بالنسبة لكم. طيب بسم الله نبدأ. طيب نبدأ بس عن تعريف عام عن الليلة. احنا في 2020 الوضع بتاع العالم بالنسبة للكوارث الإنسانية شنو؟ طيب من أبرز المعالم حاليا هي النزاعات المسلحة، هي طبعا لها سنين وعقود يعني مع على طول البشرية، طول ما في بشرية في نزوع في حروب وفي نزاعات مسلحة، لكن تحديدا الحاجة اللي احنا شايفينها أكتر يعني في السنين اللي فاتت إنه في عنف متزايد، وتيرة العنف متزايدة جدا في النزاعات المسلحة. يمكن من أكثر المشاكل اللي بتحصل النتيجة هي النزوح، وفي جوع أو تجويع متعمد كجزء من النزاعات دي، تدمير للبنية التحتية، تدمير للصحة بالتحديد في الصحة والتعليم، ده غير كمية كبيرة جدا من الوفيات المباشرة نتيجة للعنف المتزايد ده. غير كده عندنا مشاكل لها علاقة وكوارث لها علاقة بتغيير المناخ والكوارث الطبيعية، وحتى قدرة الاستعداد ودرجة تأثر المجتمعات اللي احنا بنتكلم عنها دي متأثرة بالكوارث للتغيير المناخي يعني ضعيفة جدا، وبيظهر في شكل جفاف، سوء وانعدام للأمن الغذائي، تدمير لمناطق سكنية واسعة جدا، في نزوح بيحصل برضو نتيجة للكوارث، خسائر في سبل المعيشة منها الماشية مثلا أو محاصيل زراعية وغيره. الحاجة الثالثة أو السمة الثالثة في الكوارث حاليا في العالم هي انتشار للأوبئة أكثر وبشكل أسرع، وانتشار أشرس عموما. في جزء له علاقة بطبيعة الأوبئة والأمراض دي،
وفي جزء له علاقة بالضعف قدرة المجتمعات المتأثرة بالنزوح دي بالكوارث دي إنها تتصدى للأوبئة في حد ذاتها. الأمم المتحدة بتقول إنه حاليا 2020 في حوالي 170 مليون حول العالم في حاجة لمساعدة إنسانية. هو الرقم ده أقل من الحقيقي، لكن ديل اللي هم محاصرينهم وراصدينهم حول العالم. طيب بس حبيت برضه أسلط الضوء على السودان تحديدا كدولة متأثرة برضه بالكوارث والنزاعات. عندنا نزاعات مسلحة طبعا لها سنين طويلة جدا جدا، وفي جزء كبير جدا من الشعب السوداني يعتبر متأثر مباشرة بالنزاعات دي. عندنا آثار تغيير المناخ برضو في السودان، للأسف بدأت تظهر في تدهور في البيئة، في تصحر، في جفاف، عندنا فشل متوالي لمواسم زراعية في مناطق كبيرة من السودان. عندنا أوبئة متكررة في السودان، من ضمنها في حميات نسفية، في كوليرا، حتى الحصبة بتمشي وتيجي كتير برضو. فدي تقريباً 3 أنواع الكوارث اللي عندنا. فوق ده عندنا تدهور في الوضع الاقتصادي بالذات في السنين الأخيرة، وفي أعداد كبيرة جدا من المواطنين ماشيين في زيادة، بيتعرضوا لانعدام أو ضعف شديد في الأمن الغذائي بتاعهم. وزيادة على كده برضو عامة في ضعف وغياب الخدمات الأساسية من ضمن الصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم. حاليا في السودان برضو حسب إحصاءات الأمم المتحدة في حوالي 9 مليون و300 ألف 9 مليون و300 ألف مواطن سوداني بيحتاج للمساعدة الإنسانية في 2020. حوالي 3 مليون منهم ما بين نازحين ولاجئين أجانب وعائدين لمناطق سكنهم الأصلية، يعني كانوا نازحين ورجعوا. وفي حوالي 6 مليون ديل يعتبروا مستضعفين ومحتاجين مساعدة إنسانية لكن غير مهجرين من أماكن سكنهم الأصلية. طيب طيب قبل ما نمشي لقدام في الكلام زيادة ونخش في موضوع الكوفيد 19، بس حبيت أسلط الضوء على مفهوم مهم عشان لقدام بينفعنا شوية، وعايزاكم تخلوا في بالكم لما نمشي قدام. هو مفهوم بتاع الفائض في معدل الوفيات. ده بالنسبة لنا احنا ناس بنعمل في المجال بتاع العمل الإنساني تحديدا في الصحة، مفهوم مهم جدا جدا. طيب في المجتمعات عادة في معدل بتاع وفيات بيحصل في المجتمع، هو ممكن يكون عالي في حد ذاته كرقم مثلا، يعني في دول فيها معدلات أعلى من غيرها، لكن هو ده العادي أو المتوقع بالنسبة للمجتمع. لما تحصل كارثة بيحصل فائض أو زيادة عالية جدا في معدل الوفيات اللي هي الظاهرة لكم هنا في الحتة دي. الرسم البياني ده من ورقة اتعملت في كانت فترة بتاع الجفاف في الصومال في 2012. فالخط الرمادي التحت ده بوريك المعدل اللي هو يعتبر عادي بالنسبة للمجتمع ده، والبالأحمر ده هو اللي حصل في الحقيقة لما حصل الجفاف ده، وطبعا حصل لهم سوء تغذية شديد جدا ووفيات زايدة. فالزيادة فوق دي هي الفائض في معدل الوفيات، والفائض ده هو الزيادة عن المعدل الطبيعي بيحصل فترة الكارثة، ولو ما كانت الكارثة والأزمة دي حصلت ما كانت الوفيات الإضافية دي زادت. وفي الدراسة دي تحديدا العدد كان حوالي 200 ألف وفاة زيادة ما كانت حصلت لولا الكارثة. فالمفهوم ده مهم بيهمنا نحن في مجال العمل الإنساني، لأنه في العمل الإنساني إحنا هدفنا دايما إنه نقلل الفائض، نحن ما هنقدر نمنع الوفيات كلها في المجتمع. فبنركز الموارد حقتنا في الفائض ده، والمفهوم ده مهم ليه؟ لأنه مرات كتيرة أسباب الفائض ده بتكون غير أسباب الوفاة العادية في المجتمع، يعني بتكون حاجات طارئة لها علاقة بالأزمة. فنحن دايما بنحاول نركز الموارد المحدودة في إنه نمنع أي فائض في معدل الوفيات، ونحاول نقرب معدل الوفيات في المجتمع قريب للمعدل العادي حقه. فأنا عايزة المفهوم ده بس تخلوه في بالكم وإحنا ماشيين لقدام نتكلم عن الاستجابة للكوفيد في المجتمعات دي. طيب عموما الأوبئة في المناطق دي أو في المجتمعات المتأثرة بالكوارث زي ما اتكلمنا قبل بيكون الانتشار أسرع وبيكون أشرس، وبيكون الأثر بتاع الوباء عادة فتاك أكتر من في مجتمعات تانية. والحاجة دي لها علاقة بعوامل بتزيد الخطر ده على المجتمعات دي. فالعوامل دي نوعين،
النوع الأول عوامل لا علاقة بالبيئة المعيشية والبيئة اللي هم عايشين فيها، والنوع الثاني من العوامل هو متعلق بالخدمات اللي بتتقدم لهم أو الاستجابة ذاتها اللي بتحصل الإنسانية، مثلا العوامل البيئية اللي ممكن تزيد انتشار الأوبئة أو أثرها، هي زي النزوح في حد ذاته، الاكتظاظ في أماكن اللي هم بيتهجروا لها، الماء بيكون غير ملائم مرات كثيرة، سوء التغذية مرات كثيرة برضو بكون الوضع يعني، أو سوء التغذية بكون متفشية أكتر في المجتمعات دي. عموما برضو الحالة الصحية بتكون أسوأ كنتيجة للكارثة. الحاجات دي عامة في الناس أو في المجتمعات أو في الأفراد اللي بينزحوا بتكون أسوأ من في الأسوأ الأفراد اللي ما بيكونوا نزحوا. في حتت كثيرة الكوارث دي أساسا بتحصل في دول وضع تنموي تعبان في الغالب، فأساسا الناس حتى قبل الكارثة بيكون وضع صحي ووضع يعني تعبان، فمع النزوح بيكون وضعهم أسوأ. أما العوامل المتعلقة بالاستجابة ذاتها والخدمات اللي بتتقدم لهم ممكن تزيد في انتشار الأوبئة. في مثلا حاجات كثيرة اللي عم تتوزع لهم بتتعامل في شكل حشود كبيرة، يعني بيلموهم للتسجيل، بيلموهم في أماكن واحدة يتوزع مثلا أكل أو تتوزع معينات معيشة مختلفة. فالحشود دي بحد ذاتها ممكن تشكل عامل خطر لو في أوبئة أو لو في وباء في المجتمع. برضو مرات كثيرة بيكون خدمات ما قريبة منهم أو ما متوفرة، فالناس بتقطع مسافات طويلة، وفي السكة ممكن يمشوا في مجموعات أو ممكن يتعرضوا لمجتمعات مختلفة فيها مثلا وباء، فالحاجة دي برضو ممكن تزيد من عرضتهم. الحاجة الثالثة اللي هي يمكن أكثر بتظهر في النزاعات المسلحة أو الكوارث المدة الطويلة، اللي هو بيحصل انقطاع في خدمات التطعيم، فمع الزمن عدد طبعا الولادات بتكون مستمرة، فعدد الناس المطعمين في المجتمع بتنقص مع الزمن، والحاجة دي برضو بتعرضهم أكثر لانتشار الأمراض الممكن منعها عبر التطعيم. فدي الأوبئة عموما. نجي للكوفيد تحديدا في المناطق دي. طيب طبعا كوفيد 19 او الكوفيد 2 السارس فيروس ده الجديد، ده هو جديد على البشرية ككل، ومن وسبب تفشي حقه الأساسي إن إحنا ما عندنا مناعة، لأنه هو جديد وفيروس جديد، فما في مناعة في المجتمعات أو في العالم عموما ضده. طيب طيب عموما نحن نتوقع انه في زيادة كبيرة في الوفيات وفي عدد في الأثر بتاع الكوفيد 19 على المجتمعات دي. احنا طبعا الفترة اللي هسي داخلين عليها هسي الفترة الزمنية دي، متوقع انه الكوفيد 19 يكون يعني هسي الفترة الجاية دي احنا مركزين على انه كوفيد 19 هيبدأ يزيد في الدول الأقل نموا، اللي هو جنوب الخط الاستوائي، يعني متوقعين يعني في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، في الهند، في متوقعين نشوف الزيادات اللي الفترة فاتت كنا شايفينها في أوروبا أو في أمريكا. فنتذكر إنه جزء كبير جدا من المجتمعات اللي بنتكلم عنها دي أساسا في الجزء ده من العالم، فالمتوقعين نشوف زيادة كبيرة في الحالات، متوقعين نشوف أثر فتاك أكتر لكوفيد 19 في المناطق دي. ليه لكن الكوفيد متوقع إنه يكون زيادة أو أثره أقوى؟ في 3 عوامل حاسمة بتحدد الحكاية دي. العامل الأول إنه عنده قابلية أعلى للانتقال في المناطق دي، طبيعة الشعوب والمجتمعات في المناطق دي إنه في اختلاط كبير جدا بين الشباب وكبار السن، العائلات أكبر، الناس يعني عدد الناس الساكنين في بيت واحد أكبر، طبيعة الحياة فيها تجمعات كبيرة، إذا كان تجمعات دينية، إذا كانت مناسبات اجتماعية. عموما برضو المناطق دي فيها اكتظاظ، تحديدا لو بنتكلم عن مخيمات بتاعت لاجئين أو نازحين، وعموما برضو توفر المياه والصرف الصحي والبيئة بتخلي إنه قابلية أعلى للانتقال، يعني قدرة الناس إنها تعمل وقاية أقل. العامل الثاني إنه إحنا متوقعين عدد أكبر من الإصابات تحت الكوفيد تتحول لحالات، بس عشان للناس اللي ما عندهم باكراوند طبي، الإصابة إنه أنت يجيك الفيروس، تتحول لحالة إنه أنت تجيك أعراض، يعني فعلا الفيروس يدخل الجسم ويسبب مرض. ما كل الإصابات بتحت الفيروس
تقريبا افتكر ما متاكده من الرقم، لكن حوالي 15% من الناس اللي بيجيهم الفيروس ما بيجيهم اي اعراض نهائيا. فاحنا متوقعين انه يكون في نسب اعلى من الناس اللي بيجيهم الفيروس يتحول فعلا لحالات ويجيهم اعراض، ومتوقعين عدد اكبر من الحالات دي تتطور لمرض شديد. مرض شديد معناته محتاج يرقد في مستشفى. طيب ليه الحكايه دي؟ الحكايه دي لانه البحوث حاليا ورتنا انه الناس اللي عندها امراض مزمنه غير معديه عرضه اكبر للكوفيد وللاثر بتاع المرض ده، من ضمنها الضغط، السكر، امراض الرئه، الازمه، الكلى، امراض القلب. سوء التغذيه لسه ما في عليه، ما في اي نتائج يعني ابحاث ورت انه سوء التغذيه له علاقه مباشره او بيزيد خطر الاصابه بالكوفيد او اثره، لكن متوقع لانه بأثر على المناعه. متوقع انه غالبا الناس الوضع عندهم سوء التغذيه يكونوا عرضه اكثر لمرض شديد. برضو السل، السودان يعتبر واحده من الدول اللي عندها ما عارفة كلمة اسمها prevalence أو عند عبء كبير من السل يعني في السودان متفشي. أفتكر زمان كان واحد بين كل 6 أنفار، هسه ما عارفة تطور يعني بتحسننا شوية، لكن لسه عندنا سل كثير. وبرضو يتوقع إنه ودي مثبتة في الأبحاث إنه برضو عرضة للكوفيد وأثره أكتر. آخر حاجة، النقطة الثالثة، إنه نتوقع بين الحالات اللي حتمرض متوقعين إنه عدد أكبر منهم يموت. حاليا أنا برضو ما متأكدة من الأرقام، لكن في العالم تقريبا أفتكر بين 5 و10% من الحالات بتاعت الكوفيد بتؤدي إلى الوفاة. إحنا متوقعين النسبة دي تكون أعلى، وده غالبا لأنه إحنا في المجتمعات دي أو في بلدان زي السودان قدرتنا أو مواردنا تحت العناية المركزة شوية، فالناس اللي بيجيها مرض شديد وبتحتاج تدخل عناية مركزة ما غالبا ما حتلقى. طيب فدي هي الثلاثة عوامل دي بتورينا انه في الغالب اثر الكوفيد 19 على المناطق والمجتمعات دي حيكون اكبر بكثير من اللي شفناه في اوروبا وفي امريكا وفي الصين. طيب احنا ممكن نعمل شنو؟ نعاين الاثنين التحت، يعني اللي هما العوامل انه الناس حجيها حتبقى في حالات اكتر، والحالات دي حيكون فيها مرض اكتر، وفي الغالب الوفيات اكتر. نحن عمليا ممكن نعمل شنو عشان نحل المشكلة دي؟ هل حنقدر نغير كمية الناس اللي عندها أمراض مزمنة؟ هل حنقدر نمحي سوء التغذية؟ هل حنقدر نمحي السل أو نقلله شديد في الفترة الزمنية اللي احنا نتكلم عنها دي، وهو الوباء أساسا تقريبا يعني وصل أي بلد في العالم؟ طيب هل حنقدر نزيد قدرتنا على العناية المركزة للمستوى المطلوب برضو في الفترة الزمنية دي؟ نحن ممكن نحاول، لكن عمليا في الغالب ما حنقدر نعمل فريق كبير، او ما حنقدر نعمل النقلة المطلوبة عشان نوقف او نحد الاثر بتاع الكوفيد على المجتمعات دي، لانه الفترة الزمنية ما بتسمح. نجي نعين للاول اللي هو القابلية الاعلى للانتقال. طيب القابلية الاعلى للانتقال احنا كيف ممكن نقلل القابلية دي؟ دي يمكن قدرتنا ان نعمل عليها تحكم اقل شوية احسن من العوامل الاثنين الثانية. ممكن نعمل شنو؟ في دول هسي كثيرة من ضمنها السودان أخذت إجراءات كثيرة، منها تكفيل مدارس وجامعات، منها حظر تجوال، حث الناس على البقاء في المنزل وتقلل الاختلاط مع العالم الخارجي، في عمل توعوي عن غسل اليدين، استعمال السانيتايزرز، معقم اليدين. هي طبعا الحاجات دي كويسة، لكن عندها زمنها وعندها محدودية. احنا تكلمنا عن انه في جزء كبير من الناس اساسا عندهم عدم كفايه للمياه والصرف الصحي، فانت قدر ما توعي الناس لو ما غيرت واقعهم قدرتهم على حمايه نفسهم بسيطه. الاكتظاظ مثلا في المخيمات دي برضو حاجه احتمال ممكن نحاول نحسن الوضع المعيشي للناس، لكن في الفتره الزمنيه واحنا بنتكلم عن وضع على الابواب او تقريبا دخل كل الاماكن يمكن صعب شويه. برضو التغيير، فنجي في عندنا حياه بسيطه ممكن نعملها، لكن برضو أثرها نسبيا حيكون محدود عشان الضغط بتاع العامل الزمني. فأنا الليلة عايز استعرض لكم حل اتعرض في ورقة اتكتبت
قبل تقريبا اسبوعين ثلاثة نشرت، هو مقال ما تنشر كورقة علمية لسه، من مجموعة من الباحثين في كم دولة وكم جامعة حول العالم، في منهم في أمريكا وفي منهم في إنجلترا، على رأسهم دكتورة ميسون ذهب، دي أخصائية بتاعت صحة عامة سودانية مقيمة هنا في لندن. الورقة دي اقترحت فكرة إنه في المجتمعات المتأثرة بالحروب أو الكوارث، الحل الواقعي حالياً هو تخصيص الموارد المحدودة اللي عندنا دي لتأمين وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر من المرض ده. فأنا دار أذكركم بمفهوم الفائض في معدل الوفيات اللي اتكلمنا عنه قبل، اللي هو إنه نحن نركز الموارد على أكثر حتة ممكن ننزل فيها عدد الوفيات. نحن من المرض ده حسب اللي احنا عرفناه هسه حاليا من الأبحاث حول العالم، إنه أكثر فئات عرضة للخطر هم الغالبا حيجيوا مرض شديد، هم الغالبا هيحتاجوا يدخلوا المستشفى، هم الغالبا حيموتوا من المرض. فالفكرة بتاعت المرتكز الأساسي للمقترح في الورقة دي إنه نحن نركز على الفئات دي ونخصص الموارد المحدودة دي إنه نأمينهم ونحميهم، منها نحميهم هم كأفراد، ومنها نقلل العبء على الأنظمة الصحية الأساس تعبان في أغلب البلدان والمناطق دي. طيب التأمين والحماية دي كيف أول قبل ما نمشي للتأمين والحماية، الفئات دي منو؟ حسب البحوث إحنا عارفين إنه كبار السن، وفي أوروبا وفي أمريكا وفي الصين هم بيتكلموا عن سن 70 عام فما فوق، يمكن إحنا بدولنا 70 عام دي شوية بعيدة، فممكن يعني مقترح إنه في الدول زي السودان أو في مجتمعات المتأثرة بالحروب دي غالبا تعتبر مجتمعات شابة، يعني معدل العمر فيها أصغر، فهم الاقتراح إنه التركيز يعتبر من 60 عام لفوق، ده مسن. برضو الأشخاص اللي بيعانوا من أمراض مزمنة غير معدية، تكلمنا عن الضغط والسكر والقلب، والناس اللي عندها كلى، عندها أمراض صدرية مزمنة وسل وهكذا. آخر واحد الأشخاص اللي عندهم ضعف في المناعة، إذا كان بسبب أدوية بيتعاطوها أو مثلا عندهم بعد عملية بتاعت نقل كلى في أدوية بتاعت تحبيط مناعة، ولسه الأبحاث ما أثبتت، لكن غالبا برضو الأفراد اللي عندهم HIV/AIDS لأنه عندهم ضعف مناعة، فغالبا قدرتهم حتكون أقل لمكافحة المرض. الفئات المفترض نركز عليها لأنه غالبا هي تأثير الكوفيد عليها أعلى وإحنا مواردنا محدودة. طيب هم كيف المقترحين الاستراتيجية للتأمين والحماية كيف؟ مقترحين على إنه إحنا نأمن ونحمي الفئات الأكثر عرضة دي بثلاثة طرق. الخيار الأول على مستوى المنزل، على مستوى المنزل بمعنى تخصص غرفة، أو إذا هو مأوى في مخيم مثلا يخصص مأوى خاص للشخص أو الشخصين مثلا الأكثر اللي هم يعتبروا أكثر عرضة في هذا المنزل. إذا الزول محتاج زول يعتني به، الزول المفروض يعتني به ده يتعزل معاه. العزل هنا احنا نتكلم عن إنه إحنا بنأمن ونحميه من المجتمع الخارجي بإنه نقلل الاتصال مع باقي العالم، نقلل فرصه إنه هو من الأول يتعرض للفيروس. المستوى الثاني هو على مستوى الشارع أو الأسرة الممتدة، وهنا الفكرة دي شوية مختلفة. إذا بقى العزل على مستوى المنزل صعب في غرفة منفصلة، طبعا دي لفئات كثيرة حاجة أساسا ما بتتعامل، بالذات في المجتمعات اللي بنتكلم عنها دي ما في موارد زي دي. طيب الفكرة إنه كله مثلا كم منزل جيران أو أسرة ممتدة يلموا أفرادهم الأكثر عرضة مع بعض وباقي الناس تخلي لهم المأوى ده أو المنزل ده للناس الأكثر عرضة يقعدوا فيه براهم، ممكن يتعزل معاهم زول لو محتاجين زول يخدمهم، أو الأصغر فيهم وصحتهم أحسن هم يخدموا روحهم بروحهم وتوفر لهم كل معينات الحياة. وطبعا العزل ده احنا كله بنتكلم عنه والتأمين ده بطريقة تحفظ كرامتهم. وآخر حاجة على مستوى الحي والقطاع، يمكن دي القطاع احنا هنا لما نتكلم عن قطاع يمكن للناس اللي ما بيعرفوا أو ما عندهم علم عن طريقة بتتقسم بها المخيمات بتاعت النازحين واللاجئين بتتقسم للقطاعات. القطاع ده غالبا بيكون كم مربوع، الكم مربوع ده بيكون فيه كم مجمع أو مجموعة أو بتاعت مخيمات أو مأوى يعني، فبكون شكل مربوعات كده، حتى بسموه سكتر بالإنجليزي.
وبتسمع مرات كثيرة في الخيامات يقولوا سكتر واحد وسكتر اثنين وكذا. فالفكرة هنا إنه يتعمل سكتر كامل يتعزل فيه هو الأكثر عرضة ويتأمنوا واحتياجاتهم تلبى، لكن من غير أي اتصال مع العالم الخارجي إلا لتوفير احتياجاتهم. يعني ما في زول من برا يدخل عليهم وما في زول من جوا يطلع. طيب عشان نعمل الحاجة دي في متطلبات، أول حاجة الفكرة لازم تكون مقبولة اجتماعياً، لأنه فيها تغيير للتركيبة بتاعت المجتمع لفترة مؤقتة، فيها إنه الأسرة تتفرتق لفترة مؤقتة لتأمين الناس ديل. المتطلب الثاني إنه لازم الحاجة تتعامل بقيادة المجتمع، يعني ما ينفع تجي منظمة ولا تجي حكومة هي تعزل تختار الناس اللي تعزلوا وتطلعهم وتوديهم في حتة. الحاجة دي اجتماعيا صعب جدا تتنفذ من غير ما المجتمع يرتبها بالطريقة اللي بتنفع معاهم. يعني الفكرة تطرح على المجتمع، المجتمع يشوف أحسن طريقة. المجتمع المحلي، احنا بنتكلم عن مجتمعات محلية، إذا كان مثلا في مخيم، والمخيم الواحد ذاته ممكن يكون فيه كم مجتمع، ينظموا نفسهم بنفسهم، هم عارفين الفئات الأكثر عرضة، يلموا الناس الأكثر عرضة يلموهم مع بعض، يشوفوا أحسن يلموهم في مأوى منفصل في طرف المخيم، في مربوع براو، في منزل، يشوفوا أنسب طريقة للحاجة دي. وممكن تكوين لجان للرعاية الاجتماعية تكون مسؤولة من تنظيم الحكاية دي وتنفيذها والمتابعة حتى بتاع توفير الخدمة. الحاجة الثانية المطلوبة إنه تحديدا لو يتعمل العزل أو التأمين ده على مستوى حي أو قطاع، مهم جدا مكافحة العدوى في المنطقة دي، لأنه طبعا لو حصل والكوفيد دخل ويتكلم عن تجمع بتاع ناس أكثر عرضة حيكون أثره صعب يعني فتاك. فمهم جدا يكون في مكافحة عدوى، يعني الاتصال بين العالم الخارجي والداخلي لازم يكون بحساب، لازم يكون أبسط حاجة إنه يكون في محطة بتاعت غسيل يدين، أبسط حاجة. نحن عموما الفكرة كانت إنه ما يتعمل تأمين وعزل بسور حقيقي، هي منطقة الناس بس تكون عارفة إنه الناس ديل هنا مؤمنين لأنه هم أكثر عرضة، فالناس تتفادى المشي للمنطقة دي. فمهم جدا مكافحة العدوى جوا، ومهم جدا إنه يكون الناس اللي بيعتنوا بيهم عندهم القدرة إنه يشكوا ويرصدوا ويعرفوا الأعراض بتاعة الكوفيد في حالة حصل أي شك، ويكون في طريقة سريعة جدا لعزل الحالة المشتبه فيها. طيب برضو المتطلبات الثانية إنه لازم الناس تتوفر لهم طعام وماء ومعينات معيشة، إذا كان الزول معزول في غرفة، معزول في منزل كامل، معزول في حاجة زي المأوى مثلا اللي هو الفكرة الثالثة بنتكلم عنها، مأوى كامل مخصص. في كل الأحوال محتاجين توفير طعام وماء معينات معيشة. محتاج الناس اللي عندهم أمراض مزمنة يكون عندها مخزون بتاع أدوية. محتاج إنه يكون في طريقة يوصلوا بها للخدمات الطبية. المقترح كان في واحد من المقترحات إنه تتعمل عيادات متنقلة تصلهم في مكانه، لأنه مكافحة العدوى في عيادة متنقلة أسهل بكثير من إنه تطلع زول برا للعالم الخارجي. هنا ده ممكن الدور بتاع الدولة والمنظمات يكون مفيد، اللي هو توفير الحاجات دي أكتر من تنظيمها. يعني التنظيم عشان القصة تنجح ضروري جدا يحصل بقيادة المجتمع، والمجتمع يرتبها بالطريقة اللي بتنفع معه هو المقبولة له. من الحياة الثانية لازم نفكر فيها إنه الفكرة بتاعت إنك أنت تطلع ناس من البيت وتعزلهم لفترة من الزمن كده، أكيد حيكون عندها تأثيرات نفسية، حتكون عندها تأثيرات نفسية على الناس اللي بتأمنوا وحتى أهلهم اللي بيفارقوهم لفترة معينة دين. فمهم جدا برضو إنه يكون في إمكانية للرصد ومراقبتهم لأي تدهورات أو أي تأثيرات نفسية، والناس تحاول تتصدى لها. في أفكار مثلا كانت إنه يكون في منطقة يعني تعتبر منطقة محايدة يقدروا الناس يطمنوا على أفراد الأسرة المعزولين من بعيد. في النهاية لحد هسه يعني كل الإرشادات بتقول مسافة بتاعت مترين كويسة، يقدروا يشوفوهم، يقدروا يطمنوا عليهم، وهكذا يعني. ففي جوانب لازم يعني تحتاج إنه المجتمع ينظمها بطريقته عشان يقدر يدارك كل الحاجات دي. فعشان الفكرة دي تنجح، وإحنا نتكلم عن وقت زمني نسبيا ضيق، بما إنه زي ما قلنا كوفيد-19 والفيروس تقريبا وصل أي مكان في العالم حاليا، إنه النهج ده لازم يطرح
لازم يبدأ الآن لأنه التجهيز له ما حاجة سهلة. طيب إحنا 200 ممكن خلاص قول نفذنا الاستراتيجية، 200 ممكن ل 200 الناس حتفضل معزولة. إحنا حاليا ما عندنا علاج للكوفيد، يعني ما عندنا علاج شافي وما عندنا لقاح. ففي 3 خيارات، يا إما لو يتوجد لقاح ممكن الفكرة دي تنتهي والناس خلاص تتطعم وتطلع، يا إما يبقى في علاج والعلاج متوفر فبالتالي إذا الزول مرض عنده فرصة كويسة جدا إنه يتعالج. الاحتمال الثالث هو، وغالبا ده هو يمكن الواقع أكتر، إن شاء الله اللقاح يظهر يعني في وقت وجيز، شغالين عليه، هو إنه يبقى في مستوى بتاعة مناعة على مستوى المجتمع كافية تسمح بإنه الناس تطلع، بمعنى إنه المرض اتفشى وجزء كبير من الناس أصيبت بالمرض وبقى في مناعة في المجتمع. الحاجة دي بتحمل أكثر عرضة بين الناس اللي عندهم مناعة دي. فدي حاجة دي دار لها دراسات شوية وأرقام عشان ودي غالبا حتتعمل في دول كثيرة، وأفتكر من ضمنها غالبا السودان يعني في مرحلة ما لازم يصل للمرحلة دي إنه يقدر يعمل دراسات صغيرة زي دي، إنه يعرف كم في المية من الشعب اتعرض للفيروس. زي ما اتكلمنا قبل في جزء كبير من الناس في عدد ما هين، يعني يمكن 15%، في ناس بيقولوا أكتر ما بيجيهم أعراض أصلا نهائي. فأنت حيكون عندك ناس في المجتمع عندهم مناعة، لما نصل المجتمع لمستوى معين من المناعة خلاص بيبقى إنه المرض حتى لو جاء بيجي في حالات فردية ما بيجي في شكل بتاع وباء. وشكرا جزيلا كده إحنا غطينا، أنا بس غطيت لكم الفكرة دي، الفكرة بتاعت التحديد أو إنه نركز الموارد في دول تعبانة وفي مجتمعات متأثرة بالنزوح، ما في موارد كثيرة وما في وقت عشان نزيد تحديداً القدرة تحت العلاج في وقت وجيز، إنه تتركز على تأمين الفئات دي. الحاجة دي بتتعامل معزولة، بتتعامل زيادة على كل التدابير اللي قاعد تاخدها الدول الثانية دي اللي تكلمنا عنها، اللي من تكفيل مدارس، من تكفيل جامعات، من كذا. فأنا حبيت أعرض عليكم فكرة هي لسه ما تنفذت. أنا عارف إنه في كمية من المنظمات التطوعية وفي بعض الدول بتبحث في إنه كيف الحاجة دي ممكن تتطبق، لكن برضو أفكاركم ومقترحاتكم يعني لو عندكم أي حاجة ممكن نتناقش فيها. طيب أنا هأرجع شوية في الكومنتس وأشوف لو في أي أسئلة. طيب رواء بتسأل هل الفكرة دي بس للمخيمات بتاعت اللاجئين ولا بنتكلم على مستوى المجتمع؟ ده سؤال كويس يا رواء. هي في الغالب المخيمات إذا كانت نازحين أو لاجئين يمكن أكتر حتت بسبب الزحمة معرضة. هي الفكرة دي بتنفع في أي حتة فيها شح بتاع موارد، هي ما مخصصة للكوارث أو المجتمعات المتأثرة بالكوارث، لكن ممكن تتنفس كده. لكن أنا أفتكر إنه طريقة التنفيذ هتكون شوية مختلفة. التنظيم بتاع المخيمات مرات كثيرة بيكون مختلف عن التنظيم بتاع الأحياء العادية، فاحتمال يكون في طريقة أسهل إنه يتعامل مأوى مثلاً منفصل يلموا فيه بين 50 مثلاً ل100 زول يعتبروا أكثر عرضة، في حين إنه على مستوى الحي يحتمال يكون أسهل إنه الناس بس كله 3-4 بيوت يبدلوا البيوت بكل بساطة، إنه واحد من ال4 بيوت يلموا فيه كل الناس اللي يعتبروا هاي ريسك أو أكثر عرضة ويفضوا لهم البيت ويخدموهم من برا، لو في زول محتاج يخدمهم يدخل يتعزل معهم جوا. في فترة صعبة، لكن إحنا حاجة المارين بادي ذاتها ما حاجة سهلة. فهي فكرة إنه تتنفذ على مستوى المجتمع حسب المجتمع، في الأماكن اللي هي فيها بيوت فيها كم غرفة يمكن أسهل حاجة حكاية الزول يتعزل في غرفة في بيته، دي أسهل واحدة، مع إنه صعب شوية إنك تعمل له كنترول على إنه الناس ما تتعامل مع بعض جوا البيت، لكن يمكن ده أريح حل وأسهل حل. لكن في المجتمعات اللي بنتكلم عن مخيمات فيها مأوى، يعني حتى ما فيها بيت بالمعنى ده، هو مأوى مؤقت مرات كثيرة بكون مشمع مثلا أو حتى ما تعمل قطية،
فبيبقى صعب جدا انك انت تعزل زول جوا البيت، يمكن اسهل انه يلموا الناس في مأوى منفصل مثلا في طرف المخيم. الحاجة دي بتعتمد على الموارد، بتعتمد على انه المخيم ادارته كيف، هل ادارته من قبل المجتمع جوا، في مخيمات مؤسسة بالسنين تقريبا المجتمع جوا هو المنظم نفسه، في مخيمات بتكون نسبيا جديدة بتكون الأمم المتحدة تقريبا أكثر طاغية على الكنترول والإدارة تحت المخيم. فهو المقترح فيه ثلاثة، يعني مقترحين ثلاثة استراتيجيات حسب الـ الوضع. وزي ما قلت هي الفكرة مبنية على العلم، يعني مبنية على الساينس ذاته، إنه أنت كيف تقدر تمنع انتقال العدوى، وإنه دي الفئات الأكثر عرضة واللي إحنا ممكن نقلل بها عدد الحالات في المجتمع. لكن التنفيذ أنا بالنسبة لي والقابلية بتاعت الفكرة دي ما بتظهر إلا يبدأ يتنفذ ونشوف المجتمعات المختلفة قدرت تعمل الحاجة دي كيف، الناس في المخيمات في البلد دي عملتها كيف. عموما الحاجة اللي هسه بدأت تظهر في الشغل بتاع الكوفيد 19 إنه من ناحية نفسية لا من تقول للناس أحمي غيرك، بيتقبلوا النصيحة وبيلتزموا بالتعليمات بتاعت العزل أكثر من لما تقول أحمي روحك. فانت لما توصل انه انت محتاج تحمل الاضعف وتحمل اكثر عرضة، غالبا الناس بتستجيب للحاجة دي اكثر بكثير من ان تقول له انت بس احمي نفسك براك. لو قلت له احمي نفسك براك بعد يومين ثلاثة بيزهج، لكن لو قلت له انت لازم تأمن امك وابوك وحبوبتك وتأمن الضعاف في الجيران وفي المجتمع، غالبا الناس بتلتزم اكثر. فهي الفكرة غريبة، لكن في مجتمعات بالذات المجتمعات اللي فيها اجتماعيات كبيرة دي احتمال الفكرة دي تكون مقبولة بالنسبة لهم أكثر بكثير من مثلا في بلدان زي أوروبا. شكرا يا رواء. تاني في سؤال، أي سؤال منك أنت كمان؟ طيب أنا ذا كويستشن. طيب سؤال برضو، إنه إحنا لو لما نجي نعزل الناس اتضمننا شنو؟ إنه ما في زول فيهم، لو أنا فهمتك صح، إنه لو ما في زول فيهم هو ذاته ناقل للفيروس أو عيان في اللحظة ديك. أيوة، وده سؤال فعلا رواية إحنا لغاية هسه ما لقينا له حل. طيب هي سؤالة إنه إحنا خلاص لقطنا مثلا 50 نفر، قلنا ديل إحنا محتاجين نعزلهم لأنهم فيهم اللي عنده أزمة، فيهم المسن، فيهم اللي عنده سكري وكده، اتضمننا شنو؟ إنه ما في زول فيهم عيان، فلما نحجزهم مع بعض يقوم ينتشر. ما في ضمان يا رواء، ما في أي ضمان، لأنه حاليا ما في ضمان غير إنك تعمل الفحص لكل واحد فيهم، ودي حاجة غالبا برضو في الأماكن دي ما في فحوصات، يعني ما في موارد لفحص زي ده. فنحن بنقول شنو يا رواء؟ بنقول إنه هو ده، دي مخاطرة، إنه لو الفيروس ده في اللحظة دي كان في زول ناقل للفيروس ولسه ما ظهرت له أعراض ودخلوا، حينتشر جوا منطقة العزل. لكن نحن بنقول إنه لو ما عملنا كده البديل شنو؟ البديل انه تخليهم برا في المجتمع، وتقريبا مؤكد الفيروس حيصلهم. فانتي بتحاولي تقللي الخطر بتاع الحاجة دي تحصل، لكن تمحيه تماما صعب. في اقتراحات جات انه مثلا الناس قبل ما يدخلوهم منطقة بتاعة عزل يكرتنوا ل 14 يوم، لو ما ظهرت اعراض بعدين يخشوا منطقة العزل. دي برضو فكرة، هي برضو شوية مكلفة، وغير انها مكلفة انا ما افتكر انه في وقت لسه للحاجة دي، لانه 14 يوم دي اسبوعين. في اقتراح تاني كان انه الناس جوا منطقة العزل لمدة 14 يوم تلبس ماسكس، برضو ده مقترح ودي فكرة. فهو مع لما يجي وقت التنفيذ يا رواء غالبا هو حتبدأ تظهر الافكار دي. لكن بس انا تاني ده راح اكد انه لو ما عزلناهم وجبنا المخاطرة الاقل دي، الخطر الاكبر حيكون انهم يفضلوا برا، وتقريبا مؤكد حيصلهم الفيروس، ومؤكد يعني لنسبة عالية جدا انه حيجيهم مرض شديد ويحتاجوا مستشفى. طيب في تاني اي اسئلة؟ ايمن، انا معلش ما شفت المسج حقتك في الاول دقيقة. طيب ايمن بيقول الفيروس بتمدد في المناطق توجد فيها الذبذبات الكهرومغناطيسية، وتحديدا تلقى عبر الشغبات الجديدة وهي 5G. أنا والله أيمن ما عندي أي خبرة في الحاجة دي، لأنه أنا مجالي صحة عامة فما بفهم في الحاجات دي، لكن العارفة وإنه إنه هو يعني حاليا هو فيروس، لكن أنا ما أعرف الموضوع ده، فاحتمال. لكن إحنا نعمل بالعندنا حاليا أول عارفينه عنه حاليا.
في أي أسئلة تاني؟ فأي يعني هي زي ما قلت لكم، هي يمكن الفكرة هسه حاليا اتعرضت على كم بلد. أنا عارفة إنه في زي ما عارفين في بنغلاديش، في كوكس بازار، وافتكر عندنا باشمهندس محمد معانا هنا، ان شاء الله يكون لسه قاعد. في كوكس بازار انا عارفه انه في منظمتين تحديدا شغالين. طبعا هناك عندنا المخيمات بتاعت الروهينجا، فيها حوالي 900,000 نسمه، يمكن ده اكبر مخيم بتاع لاجئين في العالم حاليا. عدد السراير اللي عندهم حسب اللي انا عارفاه حوالي 300 سرير مستشفى، ما عنايه مركزه، سراير مستشفى عاديه 300. حسب ال في أرقام، في ناس عملوا نوع من الموديلين كده وحاولوا يشوفوا لو الوباء دخل المخيم، وغالبا طبعا 90% حيدخل، الأرقام المتوقعة تحت الحالات شنو. فالمتوقع إنه في أعلى معدلات، في أعلى معدلات الانتشار، هيحتاج حوالي 5,000 سرير في اليوم، وهم عندهم 300. فلو إحنا هسه أدونا سنة كاملة، هل بنقدر نزيد ال 300 سرير ده ل 5,000؟ صعب يعني، حتى لو ادونا سنه كامله قال لنا الوباء هيجي بعد سنه برضه صعب. فالزياده بتاعت الموارد الصحيه تحديدا، يعني نتكلم عن سرايا بتاعت مستشفيات او عنايه مركزه في دول مواردها محدوده، او في مجتمعات متاثره بالنزاعات وبالكوارث، والقروش اللي بتجيها دايما بتمشي لاساسيات الحياه، من أكل، من توفير مياه، من عيادات بسيطة، صعب جدا إنه يحصل مستوى بتاع استثمار زي ده، وصعب جدا حتى من ناحية بتاعة تنفيذ إنه يحصل نقلة كبيرة زي دي في الإمكانيات الصحية. فالمقترح إنه أسهل احتمال نعمل وقاية للفئات الأكثر عرضة من إنه نحاول نزيد عدد السراير والكادر الطبي كده، في تقريبا مهمة شبه مستحيلة. في حاجة تانية نتذكرها يا اخوان، انه المجتمعات دي اساسا الامراض فيها متفشية بطريقة فظيعة، يعني بغض النظر عن الكوفيد، باقي الامراض ما حتجيف، لسه حيكون في ملاريا، ولسه حيكون في التهابات رئوية واسهالات. فانت غير السراير المحتاجة بس عشان تعالج الناس دي الوباء، باقي الامراض ما حتجيف، وباقي الوفيات من الامراض التانية ما حتجيف. فانت لو كل الموارد وجهتها للكوفيد 19، في ناس حتموت باسباب تانية، ودي غالبا من ال للأسف يعني، دي من الأثمان اللي حتدفع بسبب الكوفيد 19 والاستجابة له، إنه في ناس حتموت من أمراض تانية بسبب تخصيص كل الموارد للقصة دي. وإحنا شايفين في دول كتيرة هسي اللي بدأت تعمل حظر أو شلل تام للبلد، إنه في ناس كتار جدا بدوا يتأثروا بإنه ما في أكل، إنه ما قادرين يوصلوا مراكز صحية لأبسط الأمراض عشان المواصلات واقفة. ففي يعني مجتمعات كاملة فقيرة ما بتستحمل الإجراءات الزي دي، أو حتى التأثير بتاع كوفيد 19 حيكون عليها صعب. والحاجة دي حصلت في غرب أفريقيا بسبب الإيبولا برضو، إنه عدد الوفيات بسبب إنه كل الدكاترة والممرضين أو جزء كبير منهم هربوا من المراكز الصحية لأنه ما عندهم هدوم وقائية، والمرضى بتاع الإيبولا قاعدين يجوا، فالناس هربت، وبقى ما في خدمات صحية. كمية الوفيات في الولادة، كمية الوفيات من الملاريا ومن التهاب رئوي في الأطفال، فاقت عدد الناس اللي ماتت بسبب الإيبولا. فنحن ما ننسى إنه العبء بتاع الكوفيد على أنظمة صحية أساسا تعبانة برضو حيولد خسائر. للأسف. آخر سؤال من رواء، بتسأل إنه في السودان، طيب رواء بتسأل إنه في السودان هل ممكن نعتمد على الدولة إنها تنفذ أو تساند فكرة زي دي، ولا نعتمد على المجتمعات؟ أنا بفتكر نعتمد على المجتمعات، لأنه الموضوع ده لو جه من الدولة، جه بتدخل فوقي للمجتمعات، الغالب ما هيتعاملوا معاه، والغالب ما هيتصمم بطريقة صح. المجتمعات بالذات في بلد زي السودان مختلفة، أنت ممكن كله 10 أو كل 20 أو كل 100 كيلو تلقي مجتمع تركيبته مختلفة عن التاني، واللي بينفع هنا ما ينفع في هنا. فأساسا الفكرة دي أنا بفتكر إنه تكون يعني المجتمع يوروه الفكرة والمفروض يتعامل، لكن طريقة التنفيذ والآلية بتاع تحديد الأكثر عرضة من ما أكثر عرضة تتخلى لهم. الدولة دورها إنها تساند، تتأكد إنه توفير الموية، توفير وتركز على الجانب بتاع الصحة ده.
وتوفير الموية وتوفير المعينات لو في مناطق عزلة في شكل مآوي جماعية لازم برضو يعني احتياجاتهم تلبى. فإذا كان المنظمات الكبيرة مثلا القومية أو الأجنبية والدولة أنا بفتكر دورها أكثر في إنها تساند المجتمعات تنفذ الحاجة دي، لكن تديها مساحات إنها تنفذها بالطريقة الأنسب لها. طيب رواء، بالنسبة لللينكس أي هسه أنا قلت لك الروابط، برضو في قبل يومين الفكرة دي تقدمت في سيمينار على الإنترنت مجاني، برضو حاخد لكم اللينك اللي هو هسه ظاهر لكم في الشاشة ده، والنقاش فيه برضو مستمر عن آلية تنفيذ الحاجة على أرض الواقع. فالدائر برضو يواصل، بس بتحتاج تسجل أكاونت لكن مجاني، فمنها تشوف التسجيل، وهو من واحد من الناس اللي كتبوا الورقة دي هو اللي قدمه، وفي نفس الوقت ممكن تشاركوا في النقاش. فأنا هسه حاخدت لكم اللينكس دي في الكومنتس. أنا والله رواء تعبانة في التكنولوجيا، ما عارفة أعمل الحاجة دي كيف في الكمبيوتر، فأنا حاخدتها في اللايف بعد ما نقفل لأنه ما عرفت أعملها. لا خلاص عرفت، دقيقة. طيب في أي أسئلة تانية؟ طيب شكرا لكم، وشكرا لجمعية الباحثين السودانيين على الدعوة. إن شاء الله تكونوا استفدتوا. وأنا ذاتي الليلة اتبسطت إنه أعرض الفكرة دي، كان نفسي ويكون عندكم أسئلة أكثر ونقاش أكثر، عشان في حاجات كثيرة بصراحة أنا ذاتي ما فكرت فيها، فأكيد هيكون في أفكار تانية. رواء حارسله بس بعد ما أقفل اللايف عشان ما نمسك الناس. طيب شكرا لكم، مع السلامة.